في هذا الفيديو سوف أشارك معكم حل لمشكلة الدريفت على يد التحكم الخاصة بالبلاي ستيشن 4 أو مشكلة التحكم التلقائي في الستيكس أو الجير سواء الـL أو الـR في اليد، حيث أنك عندما تكون تلعب لعبة معينة تلاحظ أن اليد تتوجه إلى مكان معين بشكل تلقائي، وهذه اليد التي معي بها هذه المشكلة. كما تشاهد معي فالستيك الخاص بالـL يقوم بالضغط بشكل تلقائي بدون أن ألمسه، كما تلاحظ فهنالك بعض الاهتزاز على السك الخاص بالـL. في البداية يجب عليك ضروري أن تقوم بفك يد التحكم، وللتنويه فأنا في هذا الفيديو سوف أشارك معك فقط الطريقة لكيفية إصلاح الدريفت، ويبقى التطبيق على حسب مسؤوليتك، فأنا غير مسؤول على أي شخص قام بإتلاف يد التحكم الخاصة به عن طريق تطبيق الشرح بشكل خاطئ. وبعدما قمنا بفتح اليد سوف نقوم بإزالة هذا الشريط الخاص بالشحن والإضاءة، لكن يجب عليك أن تقوم بإزالته بحذر لأن الأسنان الخاصة بهذا الشريط تتلف بسرعة. بعد ذلك سوف نقوم بإزالة البطارية، ثم نقوم بإزالة هذا البرغي لكي نقوم بفصل المادربورد عن الكادر، ثم نزيل الشريط الخاص بالتاتش باد، ثم نقوم بفصل المادربورد عن الكادر. وبعد ذلك قمت بإزالة الغطاء الخاص بالستيك الذي به الدريفت أو المشكلة، وسوف تلاحظ أن الستيك به سنسور خاص باليمين واليسار وسنسور خاص بالأعلى والأسفل، فأنت في البداية لا تقوم بفتح هذه السنسور دفعة واحدة، تقوم فقط بفتح السنسور المتواجد على اليسار وبعد ذلك تقوم بتنظيفه ثم تعيده، وتقوم بعد ذلك بفتح السنسور المتواجد في الأعلى لكي لا تواجه مشكلة الطقطقة في هذا الستيك. أنا سوف أقوم بفتح كلاهما لأنني أعرف كيف أقوم باسترجاعها بالشكل الصحيح. اوكي، بعد ذلك سوف اقوم بإزالة السنسور او الحساس من الداخل، لكن بحذر لكي لا تسبب في تلف في السلك او الشريط الخاص به. وبعد ذلك سوف تقوم بتنظيف المكان الخاص بالسنسور بشكل جيد، ومن الافضل ان تقوم باستخدام اما الكحول او سبراي خاص بتنظيف الاجهزة الالكترونية. أيضا قم بتنظيف الغطاء الخاص بالستيك، ثم تقوم بتنظيف جميع الأجزاء الداخلية الخاصة بيد التحكم. أوكي، بعد ذلك قمت بإعادة تركيب يد التحكم، وكما تشاهد معي تم حل المشكلة الخاصة بالدريفت بكل بساطة. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا الفيديو. إذا عجبك هذا الشرح فلا تنسى الضغط على زر لايك. إذا كنت غير مشترك في القناة فيمكنك الاشتراك لكي تتوصل دائما بجديد الشروحات. كان معكم بلال من قناة بلال الواسكا، وإلى اللقاء.